أعزائي المشاهدين راح نرجعكم في لقطات للوراء للفنان القدير اللي معنا اليوم محمد العوادي. نروحوا نتذكروا ما أحلى اللقطات ونعاودوا نوليو. مازال ما جاش. كي يجي ما تخليش يخرج. وعلاه؟ على خاطر العسكر والبوليسيه ما يحوسوا عليه. هاك تسمع بوليسيه التصور ديالو ما عندهم. هاك تسمع عاود واش قلت لك كي يجي مورا تقول له شدوا عندي خاطر لابوليس والعسكر راهم يحوسوا عليه. صح دوك نولي. عاود لي واحدة تاع عمر لابوليس. مراد هرب لابوليس. هذه كلمة بقات راسخت لنا في هذه كلمة قعدت لكل الجزائريين وقعدت إن شاء الله الجيل للجيل على بالي باسكو الفيلم ولاد نوفمبر الفيلم كبير بزاف للمرحوم موسى حداد والكاتب المرحوم كذلك سليمان بن قرصع كاتب كبير ربي يرحمهم كاع نترحموا عليهم اليوم. انا والله العظيم بديت في التلفازه 1975 ايه كان في عمري 13 سنه. انا كان في عمري عام معليش. مازال ما زدتش. ايه 75 75 نزيد 76 معليش الله يكبرنا على الدين والطاعه. صح عمو عمو الميادي عمو راه تمشي بارتو وانا علاش نعم عمو موح عمو معليش عمو موح ولا عمو كيما تحب تسقي واش حبيت انا المهم نسمع عمو ندور ايوه قلت لك كيما في 1975 كانت ايكيب تاع موسى حداد ويوسف الصحراوي وشريف عبود رحمه الله كانت ايكيب كبيره جاو القصبه انا وليد القصبه اصلا وليد القصبه تحيه ليهم الحمد لله ونحيي ولاد حومتي ولاد القصبه ما يقولوش انا من اللي راح من الفيلم انا باسكو رحت انكاطرنا حبت من القصبه سلم على ولاد حومتي والقصبه وسلم على باب الواد كذلك ولكن انا لما بديت من مورها درت باب الموت لابور دو لامور مع محمد جورجو الله يرحمه الفيلم لي محمد بدري ومن بعد درت بوعلى مرحال ايوا وعلى مرحال لو بلي كونداني امور تاع بوعلى مرحال لعب معايا حميد رماط بالمناسبه نترحموا عليه لعبت معايا الحاجه لعبوا معايا ارمده الفنانين انا حصل لي الشرف خدمت الا مع الناس طوب. الحمد لله العوادي للحديث بقيه